يا سلام، واهم ايش الثقب هذا؟ هو اصلا مش برجر لانه بخبزة النان مش بخبزة البرجر، ومش برجر لانه بلحم الخروف مش بلحم العجل، ومش برجر لانه مليان بهارات، ومش برجر لمليون سبب، لكن اسمه برجر. والمشكلة انه اكلته بمحل بريطاني مش هندي كمان. ليش هندي؟ ما هي الوصفة بنجابية. في الوصفة الاصلية لحم ضاني بس، لحم خروف مش لحم بقري، ولكن انا بتدخلت نص بنص، بس لازم يكون فيها دهن، لازم يكون فيها لون ابيض من اللذيذ. الشغلات اللي بنحطها هنا حتعمل حفلة في التم ساعة ما ناكله، صدقوني اشي رهيب جدا جدا جدا. اول اشي بدي ملح وفلفل اسود كالعادة، يعني الشغلات اساسية. وبعدين بدي احاول اعمل كل اشي في المبرشة. بصلة، ثلاثة توم على الناحية الناعمة، بدي زنجبيل وبرضو ببرشها، ممتاز. كزبرة خضراء وفلفل، حدش يقول لي كتير، كل واحد يحط قد ما بده. بننزل هدول وبننزل هدول. لقيت ايش بدي؟ بدي كمون وكزبرة مطحونة وشوية هيل، وهلقيت بخربطهم مع بعض، ما حدش يغير فيها ولا اشي تغيره ولا اشي. هلقيت بدنا خبز نان، اللي ما عندوش شوفوا الموضوع بسيط جدا، كاستين ثلاثة طحين، شوية ملح، شوية سكر وخميرة، أو اللي مستعجل شوية بيكنج باودر على شوية كربونات الصودا، بيمشي الحال، في 10 دقايق بكون جاهزة. بحرك المكونات الجافة، بعدين بنزل تقريبا كوب زبادي من أي نوع مش مشكلة، وتقريبا ربع كوب أو 3-4 ملاعق كبار زيت زيتون من اللذيذ. بخلطهم، بعدين بضيف مية دافية لغاية ما أخذ قوام طري جدا، بعجنها دقيقتين ثلاثة وبخليها ترتاح 10 دقايق وبتصير جاهزة. بعدين بعملها قراص صغيرة وبشوية زيت نباتي أو زيت زيتون مصفى هيك ابن حلال. لا هو مش مصفى ابن حلال، ابن حلال مصفى. وبأرقها رقيقة كتير، يعني أقل من نص سنتي، وفي أي مقلاية دقيقتين على كل وجه بتصير جاهزة في المنشفة. بحطهم عشان يضلوا إيش؟ طريين جدا جدا. أجد بجيب صحن أو ورق زبدة، باخد كورة بضغط عليها منيح زي هيك، بأفردها، أو إذا بدي بعمل هيك بضغط عليها من ناحيتين زي هيك، وبعمل ثقب في النص. الخبز جاهز، بس بدنا نقليهم ونحشيهم، أو ممكن نعمل إيش؟ طحينة على السريع. هلقيته بصل، نزل شوية طحينة، نص ليمونة، رشة ملح خفيفة وشوية كمون. ايش هذا؟ مين حط نص الليمونة هنا؟ ول شوية مية حتى القوام بيكون متماسك زي هيك. يا سلام. اي مقلاية، شوية زيت قلي مش كتير، واهم ايش الثقب هذا. وبعدين بقولها روحي الله معك. يا سلام. وبعد دقيقتين الله عليكي. وهلقيت حان وقته لإيش؟ شاطرين الهندسة. ركزوا معي، خبزة نان تكون متوسطة، عملت صغير وعملت كبير، بنزلها، بجيب شوية بصل، شوية كزبرة، بجيب شوية طحينة، وباجي للكباب الزاكي هذا، بنزلها في طرف من الطرفين كمان طحينة. أنا استغربت إنه المطبخ البنجابي فيه طحينة وكمان بصل وكمان كزبرة، وبنطوي الخبزة، طلعت الخبزة صغيرة. أيوة تعالي هلقيت، خلينا نشوف إذا زي اللي في المطعم ولا لا. وبنقول بسم الله، طبق الأصل. أبي أنا وأنا بأكل في الساندوش الأول قاعد بفكر في الساندوش الثاني. هاد رقيقة لذيذة، تعالي لازم تجربوه. اللقمة الأخيرة حبيبنا اللزم.